شعوري بعد الانضمام لنادي العين شعور جد، انا جد سعيد بهذا الانضمام للنادي، نادي كبير جدا، نادي العين غني عن التعريف. بشكر إدارة النادي اللي وضعت فيا الثقة، وكنتمنى إن شاء الله نقدم مستوى طيب ونكون عند حسن ظن جمهور العيناوي إن شاء الله، ونقدم المزيد إن شاء الله والإضافة للفريق. فضلت نادي العين لأن نادي العين كان أكثر جدية من الفرق الأخرى، وكنشوف بأن نادي العين نقدر نطور مستوى تاعي معه، ونادي كبير اللي يلعب بطولات كثيرة. موسم 2018 كان نهائي كأس العالم الأندية، وإن شاء الله أشوف نفسي معه. طموحاتي كثيرة مع نادي العين، ليس لها حدود كما كنقولوا حنا يا مغاربة، ليس لها حدود. نتمنى نقدم الإضافة ونكون عند حسن ظن الجمهور إن شاء الله والإدارة اللي وضعت فيها الثقة. نعم، تواصلت مع عدة لاعبين لعبوا في نادي العين سابقا، وهضروا معايا كما كنقول، هضروا معايا على نادي العين اللي أنا لقيت راسي مرتاح، ما هضرتش معاهم أنا ارتاحيت، كنقول غنمشي لنادي العين غنقدم إضافة ونقدم مستوى طيب إن شاء الله. أتابع الدوري الإماراتي، أتابع نادي العين لأن سفيان رحيمي يلعب في نادي العين، وبشوف بأن الدوري الإماراتي دوري ممتاز ودوري جيد، وإن شاء الله نكون فيه إن شاء الله. كيكون تنافس كبير ما بين اللاعبين المغاربه اللي كيكونوا في دوري واحد مثلا الدوري الاماراتي، كما كتشوف الجمهور كيتابع، الجمهور المغربي كيتابع اللاعبين ديالو، مثلا سفيان الرحيمي فريقه السابق كيتابعه بكثره، المبارك فريقه السابق ان شاء الله غيتابعه بكثره، واشرف حتى هو كذلك، وان شاء الله تكون تنافسيه كبيره ان شاء الله. مشواري بدا كأي لاعب من الصغر ديالي وانا كنلعب كره، كنبغي نشكر والدي اللي عاونوني بزاف باش عاونوني باش نوصل لهذا الشيء اللي وصلت ليه دابا، هما اللي ساندوني، كنت كنلعب في جمعيات في كازا، من بعد مشيت لفريق الفتح الرباطي كانت عندي 15 سنه، من ثم بقيت فريق الفتح الرباطي دابا 7 سنوات. المنتخب الوطني المغربي فئة سنية من يوكانز 15 سنة، كانت عندي 15 سنة. كنبغي نشكرهم من هذا المنبر حيت عطاوني بزاف ديال الحوايج وعلموني بزاف ديال الحوايج اللي حتى أنايا كنت باغي نتعلم وباغي نوصل وكنخدم. المفاوضات كانت في احترافية عالية. كنبغي نشكر فريق الفتح الرباطي على التفهم ديالو واللي شافوا المصلحة ديال اللاعب، وكنبغي نشكر فريق العين اللي وضع فيا الثقة وصر أنه ينتدب اللاعب مهدي مبارك، وكنبغي نشكر جمهور الفتح الرباطي، ومن هذا المنبر كنبغي نودعهم وكنتمنى لهم الخير مستقبلا إن شاء الله، وكنبغي نشكر فريق العيناوي ان شاء الله اللي كنتمنى نشوفه بكثره في التيران في الملاعب باش يجيو يساندونا ان شاء الله ونحققوا القاب جميعا ان شاء الله. اشكر جمهور العيناوي على الترحيب والرسائل اللي وصلتني، كنبغي نشكرهم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله في بدايه المقابلات ان شاء الله نشوفهم بكثره في الملاعب يساندونا ان شاء الله ونحققوا الالقاب جميعا ان شاء الله.